تضخم الطحال او زياده نشاط الطحال. ايه تعريف الطحال النشط؟ ده الطحال المتضخم مش بس في الحجم، كمان بيكسر مكونات الدم. احنا بنقدرش نستأصل الطحال عند المرضى دول علشان عنده الصفائح الدموية قليلة، فهو معرض للنسف، لحد ما جت الأشعة التداخلية أو جت الحل السحري باستخدام القسطرة. خش بالقسطرة، بنقفل الشريان ده قفل جزئي بواسطة حبيبات دقيقة، يبتدي نشاطه يتحسن وتكسيره لمكونات الدم يبتدي ينتهي. ما عندناش أي فتحات جراحية، ما عندناش جروح في الجلد، بالتالي ما عندناش فترات نقاهة، ما عندناش بنج كلي. كل العوامل دي بتخلي فترة النقاهة بسيطة جدا جدا، المريض بيقدر يزاول نشاطه ويرجع لحياته في خلال يومين ثلاثة.